شحال من مره كنتي كتفرج في فيلم امريكاني وقلتي مع راسك واه ما كرهتش شي دويره في ديك البلاد، ندير فيها شي فورماسيون، تكون شي فرصه غير نستافد تما ونرجع، اكيد عندهم شي حاجه اللي غادا تفيدني في خدمتي ولا في قرايتي. امريكان دقه واحده، ساعات بحال كيبدا بعاد انك بدا تفكر في الفيزا، في الفلوس، ما عندك معارف، محال، والحلم يتلاشى وكيغيب. صبر 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 صبر، ارجع الله. راه ممكن تحقق هذا الحلم اللي عندك، واسمعني وحل معايا ودنيك مزيان. إلا كنتي كتفكر في أمريكان، تا أمريكان كتفكر فيك. السفارة الأمريكية في المغرب كتوفر مئات المغاربة سنويا برامج تبادل ثقافي اللي كتسمح لهم يمشيو يقراو ويتفورماو تما ويديروا لقاءات ومعارف جداد اللي غادي تفيدهم حياتهم الدراسية والمهنية والاجتماعية. أو فابور، كل شيء بخي أون شارج، الفيزا، الطيارة، فين غتسكن تماك، ترونسبور، وداك الشيء كله، والريال ما غاديش تحطها من جيبك، كل شيء على حساب الحكومة الأمريكية. سير سيت ma.usembassy.gov ولا لاباج فيسبوك US Embassy Rabat، تما غادي تلقى بزاف ديال لي بروغرام اللي كتشرف عليهم السفارة. دي بروغرام متنوعين في مجالات مختلفة كيهموا الطلبة اللي كيقراو في مختلف المراحل الدراسية، من الليسي حتى من بعد الدكتوراه، وفي مجالات مختلفة، العلوم، التكنولوجيا، المقاولة الاجتماعية والريادة، وحتى اللي بغاو يوليو ديزاسترونوت. أيه ديزاسترونوتس، والناس اللي خدامين في المجتمع المدني واللي بغاو يكتسبوا مهارات قيادية، المهم أي حاجة كاينة. وحتى الناس اللي ما باغيش يبقاو تما مدة طويلة، كاين فرص ديال دي ووركشوب اللي فيهم غير سيمانات قليل. المهم كتختار البروغرام اللي هامك على حساب الوضعيه ديالك وكتقيد، كلشي موجود في السي، كتدفع والملف ديالك كيتدرس، ويلا تقبل كدوز لونتروتيان، ويلا تقبلتي كيجيك ابل ولا ايميل كيرحب بك في البروغرام. وغير تقبل ما تنساش تمشي تطلب الفيزا ديالك باش تاخذها في الوقت وما تعطلش على البروغرام ديالك. وباش تعرف كاع المعلومات على الفيزا ادخل لهذا السيت، وشحال من واحد استافد ودوز تجربه رائعه اللي اثرت ايجابيا عليه وعلى المسار الدراسي او المهني ديالو. ها هي الفرصه جات حتى لعندك، عندك تقول مع راسك لا راه هادشي ماشي ديالي، انا محال واش نتعزل، راه الفرص متساويه، دفع وما تعقش. وملي توصل لامريكان بارطاجي معنا شي سيلفي امريكي قبل ما ترجع.